القلق على موارد الرزق يتملك كثير من التونسيين بعد أن تضرر القطاع السياحي الحيوي في تونس بسبب الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 39 شخصا خارج فندق في سوسة يوم الجمعة. وتضرر الحرفيون العاملون في مدينة سوسة القديمة جراء قرار كثير من السائحين الباقين المكوث داخل منتجعاتهم السياحية الشاطئية وعدم الخروج للتنزه في المدينة وشراء الهدايا التذكارية. وظهرت المزارات السياحية شبه خاوية من السائحين بعد فرار آلاف السائحين من البلاد عقب الهجوم، فيما آثر قليل من السائحين البقاء حتى لا تضيع عليهم الأموال التي أنفقوها خلال رحلاتهم، لكنهم أكدوا أنهم لا يشعرون بالراحة أو الاستجمام مطلقا. وأعيد الأحد فتح الشاطئ الذي شهد وقوع الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته سائحون بريطانيون وألمان وأيرلنديون وبلجيكيون، حيث ركب السائحون الجمال ورفعوا الأعلام التونسية وسط ترحيب السكان المحليين بهم. وأجرى وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي زيارة للشاطئ الأحد في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها ستنشر مئات من قوات الشرطة المسلحة في المنتجعات السياحية في محاولة لطمأنة السائحين وإثنائهم عن التدفق خارج البلاد. ومن المتوقع أن يجري وزراء داخلية بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا زيارة الاثنين إلى المنتجع السياحي، حيث سيزور الوزراء موقع الحادث قبل أن يبدأ محادثات مغلقة يعقبها مؤتمر صحفي. وجرى تشديد الإجراءات الأمنية حول المنشأة السياحية، حيث تم الدفع بعناصر أمنية من الشرطة والجيش إلى جانب زوارق بحرية لتأمين المنطقة من البحر. وفي مساء الأحد نظم كثير من السكان المحليين مسيرة في شوارع المدينة للتنديد بالحادث الإرهابي، رافعين لافتات كتب عليها لا للإرهاب. محمد الجبالي، رويترز.